افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبحضور مدير عام المتاحف الحكومية في برلين الدكتور مايكل إيزنبرغ، معرض عواصم الثقافة الإسلامية الأولى الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع متحف البرغامون الألماني وذلك بالمتحف الوطني بمدينة الرياض. نحن منطلقين الآن إن شاء الله معرض الصين قادم، والإسلام العظيم يعني حقيقة تحرك في تقريبا جميع عواصم العالم. نحن الآن نأتي بهذه المعارض من هذه الدول التي لها علاقة بالإسلام ولها علاقة بالمر الإسلام، هذا شيء مهم جدا بالنسبة لنا إن شاء الله. وقبيل التدشين ألقى سموه كلمة كان قد شدد فيها على أهمية مثل هذه اللقاءات. بعد ذلك ألقى الدكتور مايكل كلمة شرح فيها مدى أهمية نقل بعض المعلومات المهمة للزائرين. تلا ذلك جولة في المعرض تخللها شروحات عن القطع والرسومات من قبل المختصين. لم يقتصر هذا المعرض فقط على إثراء الزوار بالمعلومات التي تختص بعواصم الدول الإسلامية وتواريخها، بل أنه احتوى أيضا على العديد من التحف الأثرية التي ترجع إلى سالف العصر. كحبتر إخبارية الرياض.